ولا ايه؟ ايوه اه لسه يقول ما ايوه خدناش. لسه اه بالظبط كده. فاحنا النهارده اصلا ما فيش شرح، يعني الشغل كله من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام يا باشمهندس. بس ايه، نرجع كده. الموضوع بتاعنا اللي هو ايه، اللي هو الكباري المعدنية. الموضوع على فكرة سهل جدا. الفكرة كلها ان انت بتاخد كوبري بتشتغل عليه طول الترم. اللي انت شغال فيه ده هو اللي بيجيلك في الامتحان. امتحان الكباري يعتبر سهل جدا بجد، بالنسبة ليا من الامتحانات المضمونة. يعني دي حاجة نصيحة ليكم، ان مادة الكباري لحد ما هي فعلا من المواد المضمونة جدا اللي انت تجيب فيها تقدير كمان. بس انا ما بحبش اتعامل مع المادة ان هي حاجة ان انا داخل ليها الامتحان. يعني احنا كبار اصلا على الحاجات دي، احنا خلاص كبرنا، مش فارق معانا بصراحة حتة الامتحانات دي، اكيد كلنا كده. فان احنا نتعامل مع المادة ان هي حاجة هتفيدنا بعد كده، مثلا لو حد هيشتغل في المجال كده يعني. لكن فكرة الامتحان دي خلينا كلنا ننساها، ملهاش لازمة فعلا. طيب هو انا اصلا ليه بعمل كوبري؟ فكرة ال هي اي منشأ عموما انا بعمله معروف ان انا عايزه انقل حمل للاساسات. خلاص دي خلاص كلنا عارفينها، ان انت تنقل حمل، سواء الحمل ده بقى حمل ترافيك ولا اي حمل عموما مش فارقه. اي منشأ في الدنيا انت عايز تنقل حمل للاساسات، substructures اللي هي الاساسات. بس ليه كوبري برضو بالاخص؟ فكره الكوبري معموله ان انت بتبقى عايز تعدي من مكان لمكان. انت عندك مشكله في الحته دي، انا عندي هنا في مشكله مش هعرف اعدي مثلا من هنا لهنا، فانت بتلجأ ان انت تعمل كوبري. يبقى هي دي فكرة الكوبري. يبقى اي منشأ عموما انت بتنقل حمل للسبستراكشرز الاساسات. طب ايه فكرة الكوبري برضو؟ لا انت الحالة دي انت بتنقل حمل الترافيك، ترافيك لود. بس برضو الفكرة برضو ليه بعمل كوبري؟ ممكن انقل حمل ترافيك لود من غير الكوبري، من حاجة تانية. لكن فكرة كلها ان انت عندك هنا مشكلة. المشكله دي مش لازم تبقى مجرى ميه بس، لا عادي، انت ممكن تبقى مثلا مكان فيه منسوبين مختلفين، وانت عايز برضو تنقل الحمل من هنا لهنا، فانت بتضطر تعمل الكوبري. يبقى فكره الكوبري ان انا عايز انقل من مكان لمكان. طب ليه برضو انا بعملها؟ يعني لو الناس مش متخيله المنظر ده، ان انت عندك المجرى المائي كده، فانت دلوقتي عندك مشكله في الحته دي، فتبدأ ان انت تحط هنا منشأ بالمنظر ده وتوصل ما بينه، اكن انا بحط كمرتين ووصل ما بينه بشوية كمرات. هي دي فكرة الكوبري، عشان اعدي من هنا لهنا فبمشي في المكان ده كده. يبقى انا بحط كمرة يا جماعة في المكان اللي فيه المجرى المائي. بس برصها ازاي برضو عشان ابقى متخيل الميتاليك بريدج بتاعتي؟ انا بحط الكمرات الرئيسيه على المنسوب ده في بدايه المجرى لنهايته، هما الكمرتين دول. على فكره ممكن يبقى اكتر من كمره، الفكره كلها دي بتعتمد بعد كده على الاستاتيكال سيستم، بس دي مش مشكلتنا دلوقتي. وبعد كده بغص ما بينهم باكتر من كمره، يبقى المكان ده كده انا غطيته في المنسوب ده للمنسوب ده، يبقى انا كده حليت المشكله. هنشوف ده بعدين مع بعض. طيب قبل ما ندخل في الديزاين عموما، احنا بس عايزين ناخد فكره عامه. انا دلوقتي عرفت يعني ايه ميتاليك بريدج. طب ليه تصنيف؟ يعني في على فكره تصنيف في كذا نوع، طب انا هستخدم انهي نوع؟ قال لك احنا بنصنف طبقا لاربع حاجات. طبقا لوظيفه الكوبري ده انا مستخدمه ليه اصلا، طبقا للمين جردر. المين جردر دي يا شباب اللي هي انا اقصد بيها حاليا، قبل ما ادخل ان انا اشرح يعني ايه اصلا مين جردر، اقصد بيها العنصر الرئيسي لنقل الحمل، يعني العنصر اللي على طول بيدي الاساسات ده المين جردر. طيب طبقا للعنصر الرئيسي ده، طبقا للاستاتيكال سيستم، معروف ان انا دايما بصنف المنشآت طبقا للاستاتيكال سيستم، طبقا لمكان الفلور، ودي هنشوفها مع بعض دلوقتي. طيب نيجي اول حاجه، ان انا عايزه اصنف طبقا للوظيفه. ايه وظيفه الكوبري بتاعي؟ قال لك والله انت ممكن تبقى عامل الكوبري والله ان هو يكون رود واي، ان هو ينقل لك عربيات،
انت عندك مشكلة في المكان ده، مجرى مائي زي ما شفنا مع بعض، او اختلاف مناسيب، وانت مش عارف الطريق، الطريق قطع معاك مش عارف يكمل، يبقى رود واي. طب ايه تاني؟ قال لك والله ممكن تبقى سكة حديد، ريل واي. دي كلنا يعني الاتنين دول احنا بنشوفهم دايما. او ممكن يبقى كرين بريدج. ايه بقى حتة الكرين بريدج دي؟ لو الناس فاكرة في الفريمات في تالتة لما كنا بناخد، هتلاقي ان احنا كنا دايما نقول لك في الفريم في المصانع الكبيرة بيبقى فيه كاميرا وينش، دي دايما بيستخدموها ان هما بينقلوا بقى احمال كبيرة، بيبقى صعب انها تتنقل غير بكده. كرين بريدج دي كده يا جماعة، دي كده كاميرا، دي كده كاميرا الكرين اللي بتبقى بتتحرك على كامل مساحة المصنع في الاتجاه ده. بس دي برضو مش موضوعنا احنا، كل ده بس ايه بنفتح مع بعض ايه الموضوع، لكن احنا هناخد حاجة سهلة جدا فيهم. طب انا بشوف الكباري في ايه تاني؟ والله ممكن يبقى كوبري موشاه. احنا التلات انواع دول بنشوفهم دايما في اي مكان، احنا مسافرين رايحين في اي حتة، حتى لو بلد صغيرة بتلاقي التلات انواع دول، مش لازم تلاقيهم مجتمعين، بس ممكن تلاقيهم التلاتة قدامك. يعني انت دايما بتشوف الرود والريلواي والبيدسترين، ده اللي هو كوبري المشاة. عادة اصلا الكوبري المشاة ممكن ما يبقاش لوحده، ممكن يبقى بجانب الرودواي، ممكن يبقى جنبه هنا. طيب ده كده انا بصنف الكباري طبقا للوظيفة، انا ليه اصلا بعمل كوبري. طيب طبقا للمين جيردر، قلت لكم من شوية المين جيردر يعني ده انا اقصد بيها العنصر الرئيسي على طول النقل الحامل. يعني لو انا رجعت هنا معاكم دلوقتي، ده الكوبري بتاعي، العنصر الرئيسي على طول اللي هو بيدي للأساسات هي دي كده، المين جيردر دي. المين جيردر دي ليها أشكال كتير هنشوفها مع بعض. فين المين جيردر؟ هنا، هي دي كده، هي دي كده المين جيردر، دي اللي منها على طول أنا بروح للأساسات، دي كده المين جيردر. طبقا لنوع المين جيردر زي ما قلت لكم، المين جيردر دي يا جماعة ممكن تبقى هي كاميرا، هي عبارة عن كاميرا، كاميرا بتنقل الحمل للأساسات. طيب أسهل حاجة تيجي في دماغي أنا وأنت لما يتقال قدامي كاميرا إنها تبقى إيه؟ خلاص هتقولي مثلا ده إحنا خدنا قبل كده أنواع الستيل، أنواع الكروس سيكشن، أنت إيه قلت لي عن... قلت لنا قبل كده عندي هوت رولد، عندي كولد فورمد، عندي بيلت أب. طيب أنا دلوقتي يعني بدماغي كده ده كوبري، هل هيبقى العنصر الرئيسي لنقل الحمل يعني الكاميرا اللي هي بتبقى واخدة السبان من الأول للآخر وده كوبري؟ يعني أكيد مش هعمل مثلا كوبري على سبان 5 متر ولا حاجة، ده 5 متر ده كتير في الكاميرات، يعني أكيد مش هعمل كده، ده أنا بعمل كوبري على أقلها سبان 30 متر، ده بدايتي أصلا من 25 لـ30 متر، ده بدايتي أهو في الكباري. يبقى أكيد الكوبري القطاع ده يبقى إيه؟ عمره ما يبقى هوت رولد. الهوت رولد ده عشان تعمل لي سبان 30 متر ده معناه ان انت محتاج دبس على الاقل 3 متر. ادخل كده جداول بتاعتنا اللي احنا مؤدينها لكم قبل كده في ثالثه، مش هتلاقي كاميرا طبعا الدبس بتاعها 3 متر، 3 متر ده يعني المفروض تلاقيها مكتوبه في الجداول 3000 مللي، مفيش طبعا كده. يبقى انا بدايتي في الكروس سيكشن الكاميرا الرئيسيه لنقل الحمل هتلاقيها على طول ان هي بيلت اب سيكشن، دي كده بدايتي لما ابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي ده البلت اب سيكشن، وهو ده اللي احنا هنتعامل معاه الترم ده. يبقى انا اول حاجه في المين جيردر بلت جيردر بريدج، يعني بلت اب سيكشن يا شباب، هو بيبقى قطاع اي سيكشن عادي جدا بالمنظر ده كده، قطاع اي سيكشن، بس انت لما تدخل الجداول مش هتلاقيه، فانت هتضطر تعمله بلت اب، يعني تعمل الويب لوحده والفلانجات لوحدها وبعد كده تلحمهم مع بعض، بس هي دي كل الفكره. طيب البيلت اب سيكشن او البليت جيردر، البليت جيردر للبريدج يعني اقصد بيه ان المين جيردر تبقى بليتد، يعني تبقى بيلت اب، ده ممكن تلاقيه في الريل واي زي ما احنا شايفين ده كده سكه حديد اهو، ممكن تلاقيه في الرود واي برضو عادي، بس هي الاكتر بتلاقيه في الريل واي. طيب ايه تاني ممكن الاقيه؟ ممكن ان انا يا شباب لقيت السبان بتاعي ده عدى 30 متر، ولقيت ان انا لما اجي استخدم بيلت اب سيكشن هيبقى مكلف قوي. لو احنا هنفتكر كده ما كنا بناخد في الخرسانه لما يقولك ان انت اصلا ما تبقاش محتاج الدبس ده كله، انت مش محتاجه اصلا، انت لو انت عندك هتحط مثلا هنا حمل موزع يديلك مومنت، انت اصلا ما تبقاش محتاج الدبس كله، انت محتاج ايه الموازيات للمومنت ده، هي دي اللي تبقى شايله الفورس كلها.
اللي جوه ده انت مش محتاجه، فانت كل ما تزود الضرس ده مش صح. دي حاجه. تاني حاجه احنا نسينا حاجه مهمه في الستيل، احنا دايما في الستيل كانوا بيخوفونا ان بيحصل باكلينج، بيحصل لو احنا فاكرين حاجه اسمها لوكال باكلينج او بيحصل جلوبال باكلينج. جلوبال باكلينج ان ده كله كده يبدا يطلع لبره يرخم كده، دي مشكله احنا ناسيينها. انت كل ما تزود الدبس على فكره دي بتبقى مشكله في الباكلينج اكتر. طب بعمل ايه بقى؟ قال لك لا، انت لو زاد الاسبان معاك لا خلاص بقى سيبك من البليت جيردر او سيبك من البلت اب سيكشن، احنا هنكون الكاميرا بتاعتنا دي عن طريق انها تبقى تراس. لو الناس كده ترجع بالذاكره لتالته الترم الاول كنا بناخد التراس. ما هو التراس ده ما هو الا ايه يا شباب؟ هو ان انا دلوقتي بيبقى عندي مثلا سبان 50 متر مثلا، 50 متر ده كتير برضو، انا لما زيد عن 50 متر هحاول هغير النوع برضو من التراس ده. بس المهم لو انا عندي مثلا سبان 50 متر كنا بنقول لكم ايه في السنه الثالثه؟ احنا بنغطي هنا من هنا لهنا بتراس عادي خالص. التراس ده كانه كاميرا يا شباب، كان انا كاني شلت التراس ده كده وحطيت كاميرا، هي دي الفكره برضو. انا خلاص البليت جيردر او البلت اب سكشن ما عادش ينفع معايا، السبان كبر. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك لا خلاص هات تراس بقى. اصل فكره ان التراس ده ايه؟ ده شويه ممبرز بتشيل اكسيال لود، لكن البليت جيردر لا، ده انت بتشيل مومنت وشير وليله ثانيه. ولكن برضو التراس على فكره يعني صعب شويه، ان انت لما تعمل لي كاميرا اي سكشن وتربطها لي وتلحمها لي في المصنع، مش زي طبعا ما هتعمل لي تراس وتربطه بكونكشن، محتاج 100 كونكشن اهو، عد بقى كل الكونكشن دي. فطبعا هي مكلفه اكتر، ولكن البلت اب سكشن مش هيبقى مجدي معايا في الاسبانات الكبيره. ده منظره في الحقيقه. احنا النهارده بس بنعتمد ان احنا بنكون فكره في دماغنا عن انواع الكباري. احنا مش هندرس كل ده، انا هقول لكم في الاخر هندرس ايه، هندرس حاجه سهله جدا في الاخر. ولكن ان الكونسبت واحد على فكره، الكونسبت واحد في الكباري. انت مش لازم تدرس كل حاجه، بس لو قابلك حاجه هتعرف تتصرف فيها. طيب ده كده التراس جيردر. طيب انا دلوقتي الاسبانات برضو بدات تزيد معايا. قال لك في انواع تانية ممكن يبقى مثلا الكاميرا الرئيسيه دي مش تراس، ممكن تبقى بوكس جيردر، ودي اعتقد ان احنا بنشوفها برضو كتير، ودي ممكن انت تستفيد من المنسوب ده وتستفيد من المنسوب ده، دي حاجه. طيب دي كده انواع المين جيردر. في تالت حاجه قلناها ان احنا يبقى احنا صنفنا طبقا للوظيفه. والله الكوبري ده انا اصلا هستخدمه ليه؟ ما هستخدمه ليه يبقى لازم اعرف وظيفته. صنفناه طبقا لنوع المين جيردر. والله العنصر الرئيسي اللي هينقل لي الحمل اللي هو على طول بيدي للاساسات هو ده، انا بسميه مين جيردر. المين جيردر دي ممكن يبقى شكلها ايه؟ فانت قلت لي يا اما انها تبقى بيلت اب، ما عرفتش اعملها بيلت اب، اعملها اصلا تراس عادي خالص كان الكاميرا دي عباره عن تراس. والله ممكن في انواع تانية بوكس جيردر، في حاجات تانية انا ما قلتهاش عادي. طيب لو انا عايز اصنف طبقا بقى للاستاتيكال سيستم، وده مهم معايا، الاستاتيكال سيستم برضو بيعتمد على الاسبان. ما انا برضو اللي يخليني الجا ان انا اغير في المين جيردر او ان انا اغير في شكل الكوبري عموما، ان هو اصلا ما يبقاش الكوبري اللي انا بتكلم عليه النهارده، هي حته الاستاتيكال سيستم، هي حته الاسبانات. فانا اول حاجه ان انت ممكن تبقى المين جيردر بتاعتك دي استاتيكال سيستم، فانا برضو بتكلم عن المين جيردر، بتكلم عن العنصر الرئيسي لنقل الحمل. الاستاتيكال سيستم ممكن تبقى المين جيردر بتاعتك دي سيمبل، ان انت عندك الاسبان ده انت عايز والله تستخدمه بيلت اب سيكشن، وانا قلت لك معاك بيلت اب سيكشن لحد من 25 ل 30 ل 35 متر عادي، كل ده تستخدمه بيلت اب سيكشن. فانت لقيت هنا المسافه مثلا 24 متر، فخلاص اوكي هتحط لي سبورت هنا سبورت هنا وتبقى المين جيردر دي سيمبل. طب ايه تاني ممكن يحصل؟ لا انت لقيت الاسبان من هنا لهنا مثلا 100 متر، 90 مثلا لقيته 90 متر، فانت مصمم برضه تستخدمه بليت جيردر او بيلت اب سكشن. فقلت لي خلاص يا باشمهندس انا مصمم انا مش هعمله سيمبل. طب ما ايه اللي يخليني اعمله سيمبل؟ ما انا ازود السبورتات بتاعتي واعمله كونتينوس بالمنظر ده كده. يبقى انت بقى عندك الاسبان 30 متر واستخدمت كذا سبورت اهو، 1 2 3 4، دي كده اماكن السبورتات، وهتكون هنا بيلت اب سكشن. طيب ماشي، انت قلت لي طب بصي يا باشمهندسه في انواع تانية،
لقيت ان هي بتوفر زي ما احنا عارفين في حته الارش بريدج، او احنا خدنا قبل كده في الخرسانه، خدنا التخطيطات الارش على ما اعتقد، يعني خدته في ثالثه الترم الثاني او هتاخدوها في رابعه مش فاكره بصراحه. المهم هتاخدوا ان حته الارش دي هي بتوفر في الماتيريال، على فكره بتوفر في الماتيريال. طيب فقال لك برضه في انواع تانية زادت معايا. حد عايز يقول حاجة؟ بقول حضرتك درسناها في ثالثة الأرش. ايوه تمام. فانت دلوقتي لقيت ان اللسبان كبير، وانت لما تستخدم قطاع دبسه كبير قوي انت فعلا ما تبقاش محتاج كل الماتيريال اللي فيه، انت بتهدر ماتيريال وخلاص، وفي نفس الوقت بتتعرض لمشكلة كبيرة في الستيل، حتة الباكلينج هنشوفها برضو في دراستنا الترم ده. طيب فلقيت ان انا هستخدم، طب خلاص انا مش هستخدم كونتينيوس ولا هستخدم القطاع ده، انا هغير النوع خالص، انا هستخدم ارش بريدج. طيب ايه تاني ظهر بعد كده برضو مع زيادة اللسبان؟ اللسبانات الكبيرة قوي شباب، فكرة الميت متر دي سبانات صغيرة، دي ممكن تزيد عن كده. احنا لو عملنا، انتوا لو عملتوا سيرش مع نفسكم كده 10 دقايق مش اكتر، سيرش بس على النت، هتلاقي ان اللسبانات ممكن تعدي 500 متر. 500 متر دي انا ما اعتقدش ان انا اعرف استخدم فيها بيلت اب سيكشن خالص، دي حاجه لا، يعني تستخدم قطاع دبس بتاعه 50 متر دي حاجه لا مش طبيعيه، يعني الدبس بتاعه برجين فوق بعضه ولا ايه؟ لا فطبعا مش هينفع. فظهرت معايا انواع تانية اللي هي الكيبل ستيد بريدج والسسبنشن بريدج. فكره الكيبل ستيد بريدج ان انت هنا بتستخدم كيبلز هي اللي بتشيل اكسيال لود، ومنها تنقل على طول للعمود ومنها للاساسات، وزيها سسبنشن بريدج. في برضو هرجع عيد تاني واقول ان في انواع غير دي اكتر. نيجي هنا زي ما قلت لكم ان انا اصلا لجأت لفكره الاستاتيكال سيستم ده لما لقيت الاسبانات بتزيد معايا، والاسبانات دي هتخليني ان انا اهدر في الماتيريال على الفاضي، واستخدم كمان دبس غير منطقي خالص وما ينفعش خالص في الحقيقه. فقال لك يعني في هنا كده تصنيف بسيط كده، نبص مع بعض كده على الاسبانات، هتلاقي ان في الكونتينيوس هنا في البيلت اب او البليت جيردر هتلاقي ان انت واقف لحد ده دبس كبير قوي على فكره، انت توصل اصلا ل 250 متر وبتعمل بيلت اب، ده بيديك دبس غريب. بس طبعا الكونتينيوس هتعفيني شويه ان انا اجيب دبس كبير، دايما احنا السيمبل هتلاقي انها بتطلع دبس اكبر من الكونتينيوس على فكره. فالكونتينيوس بالنسبه لي هنا الاختيار الصح، لكن عمري ما اوصل ل 250 متر واعمل كونتينيوس سبان، ده استحاله طبعا، واعمل قصدي سيمبل اقصد، اسف. طيب بعد كده هتلاقي ان انا لما السبانات بتزيد معايا لجأت للارش زي ما قلت لكم، هوصل ل 500 متر، لجأت بعد كده في حاجه اسمها كانتليفر وهكذا. احنا الحاجات دي كلها شباب معرفة عامة ليا انا وانت مش اكتر، انا مش هنيجي اسألك في الحاجات دي، ولكن معرفة عامة النهاردة كده احنا بنتعرف مع بعض. اخر حاجة انا قلت لكم ان انا اصنف، انا ليه استخدمت كوبري؟ يبقى دي الوظيفة، اصنف المين جردر شكلها ايه، بيلت اب شكلها هوت رولد مثلا شكلها ايه، تراس، ده اللي انا استخدمته. تالت حاجة بصنف الكوبري تبعا للاستاتيكال سيستم. طيب انا دلوقتي ده انا هفرش كوبري من سبان كذا لكذا، لا ده انا لو عملت بيلت اب ده انا هلاقي الدبس كبير قوي مش منطقي طبعا، هلاقي اني بهدر ماتيريال، هلاقي ان في بوكلينج هيظهر معايا برضه هيزود لي للدنيا خالص بله، يعني لا مش هينفع. ده كده الاستاتيكال سيستم اللي حكمني فيه الاسبانات. طيب بعد كده اخر تصنيف بقى معايا بيقول لي البوزيشن اوف فلور. طيب انا قبل ما ادخل في الحته دي انا برضو يعني، لان لو انا مكانكم هتقولي لي يا باشمهندسه انا اصلا لسه مش فاهم برضو الكوبري بيتكون من ايه، صح ولا ايه؟ طيب فانا قبل ما ادخل في التصنيف الرابع والاخير معانا هنبقى عايزين نعرف بس هو ايه اصلا مكونات الكوبري، اي كوبري في الدنيا مبدئيا كده، اي منشأ في الدنيا بيكون حاجتين، من سوبر استراكشر وسب استراكشر. اي حاجه يا شباب فوق الاساسات، حطيت بقى ادوار بلاطه اعمده مش عارف ايه، اي حاجه فوق الاساسات اسمها سوبر ستراكشر. الاساسات بقى والتربه وكل حاجه كل ده كده سب ستراكشر، الليله اللي تحت على طول دي كلها بتبقى سب ستراكشر. الكوبري برضو زيها، ما هو بيتكون من حاجتين، انا بيبقى عندي شويه احمال بحطها على مين سيستم، المين سيستم ده يدي للاساسات، هي دي برضو الفكره. المين سيستم ده بالنسبه لي هو السوبر ستراكشر، والاساسات بقى
باللي هنعرف هنتعرف مع بعض على حاجة جديدة. إن أنا في المنشآت العادية يا شباب، أنا في المنشآت العادية بتاعتنا دي أنا ما بستخدمش ريال سبورت. عمركم شفتوا في أي برج مثلا، ولا أي بيت حتى دورين ثلاثة، ولا أي تغطية مصنع، عمركم شفتوا ريال هنج ولا ريال رولر زي اللي انتوا بتشوفوها وانتوا مسافرين في الكباري؟ لو في حد بيدقق هيشوفها، هيشوف الريال هنج والرولر دي على فكرة، هيشوفها في الكباري لو حد بيدقق. بس عمرنا ما شفناها على فكرة في المنشآت العادية. فانت بيظهر معايا في الكباري البيرنج. البيرنج دي ان انا بعمل فعلا هنج حقيقية اللي انا عمري ما حققتها في البتاع، في المنشآت بتاعتنا عمرنا كده. لو جينا حد بيصوت بكاميرا لقيته قال لك لا استنى كده بس يا هندسة انا هحط هنا ريال هنج، محدش بيعمل كده. طيب نيجي هنا في الكوبري بتاعنا عشان نعرف مكوناته. انا قلت لكم ان هو بيتكون من حاجتين، كل اللي احنا شايفينه ده كده، كل ده كده سوبر استراكشر. امال ايه بقى السوبر استراكشر؟ لو في الحقيقة انا جبت ده كده حطيته هنا، انا عايز انقل من المنسوب ده للمنسوب ده، فتلاقي ان هو في المكان ده كده شباب، لو احنا شايفين في المكان ده هنا بيحط ريال هنج. لو انا جيت هنا اخدت قطاع كده هرسم الكاميرا بتاعتي، هي دي كده المين جردر بتاعتي. المين جردر دي بتبقى مرتكزه على كامرتين، على اتنين سبورت. السبورت دي بتبقى هنج ورولر عشان يبقى مديني ان السيستم بيكون سيمبل. فتلاقي ان السبورت دي كده انا بسميها البيرنج بقى، دي اخر حاجه هناخدها او ممكن ما ناخدهاش يعني الله اعلم. المهم بس هي سهله يعني، دي اخر حاجه هناخدها في الترم بتاعنا. البيرنج دي بتدي بعد كده بقى ايه؟ والله ممكن تدي للتربه على طول، يعني ممكن اصلا يبقى هنا في تربه، مش شرط بقى ان انا هعمل حاجه انقل بيها الحمل، ممكن تدي للتربه على طول. ممكن مثلا يبقى هنا في ميه وانا عايز اعمل السيستم بتاعي يبقى كونتينيوس، يعني ممكن يكون التراس ده قصدي البريدج ده مكمل بعد كده الناحيه التانيه، الصوره مش كامله، ممكن يبقى مكمل. فانا دلوقتي مش هعرف مفيش تربه احط عليها انقل على طول عليها الحمل، فبحط سيستم تاني ينقل الحمل للاساسات للتربه تحت. فدي حاجه، فعشان كده بقول ان كل حاجه فوق التربه او فوق الاساسات، كل حاجه كده دي اسمها سوبر استراكشر. كل حاجه من بعد كده بقى من اول الركيزه لحد ما اوصل للتربه دي اسمها سب استراكشر. طيب لو انا جبت بقى الكوبري بتاعي، نتعرف بقى واحده واحده مع بعض. كل ده كده السوبر استراكشر. طب بيتكون من ايه؟ هنمشي مع بعض يا شباب كده بطريقه نقل الحمل عشان نفهم الليله ماشيه ازاي. انا دلوقتي نتخيل مع بعض كده يا شباب ان في هنا في قطر ماشي هنا، ماشي على ايه؟ على الكمرتين دول اللي انا معلمه عليهم دول كده اللي مكملين، ماشي على طول الطريق ده في قطر كده، وفي واحد زيه برضو ماشي الناحيه التانية. فممكن يبقى انت الكوبري بتاعك مش بيمشي عليه قطر واحد، ممكن يبقى اتنين. طيب نتخيل مع بعض بقى ايه اللي بيحصل. اول حاجه مش احنا عارفين قطر بيمشي على تراك او على قضبان صح كده؟ طيب التراك بتاع القطر ده اللي هو بيكون ده، طب بيتكون من ايه التراك ده؟ قال لك التراك ده بيتكون من حاجتين، والله بيتكون من الريلز اللي ماشي عليها القطر دي اللي هي دي يا شباب، دي كده الريلز اللي تبقى مرتكز عليها عجلات القطر. طب وبعد كده الريلز دي بتبقى مرتبطه بايه او كونكشن مع ايه؟ الريلز دي بتبقى كونكت مع السليبرز اللي هي قضبان السكه الحديد. لو الناس متخيله يبقى انا اول حاجه بالنسبه لي القطر ماشي على ريلز، والريلز دي كونكت مع السليبرز اللي هي قضبان السكه الحديد. الحاجات دي كلها انا هقولها تاني المره الجايه، الابعاد دي محدش يشغل باله بيها، كل ده هنقوله لي اوت المره الجايه. النهارده مفيش اي مذاكره ولا في اي حاجه اصلا. طيب يبقى انا القطر ماشي على ريلز، وريلز دي كونكت مع السليبرز. طب وبعدين؟ ما انا لحد كده هو ده حمل القطر، ان انا بس ايه بحاول ان انا اثبته على الطريق مش اكتر، هو ده كده حمل القطر. طب حمل القطر ده رايح فين بعد كده؟ قال لك انا بحط كاميرا موازيه للقطر على كامل السبان زي ما احنا شايفين، ودي كاميرا اللي موازيه للقطر صح كده؟ الكاميرا دي انا بسميها سترينجر او بسميها فلور بيمز بقى،
يبقى الكاميرا اللي بتكون لي الفلور، انا دلوقتي القطر اهو حطيته تاني وبيبقى ماشي موازي للكاميرا اللي بقول لكم عليها دي، وفي هنا سكه قطر كمان وماشي موازي للكاميرا دي، وقلت القطر ده بيبقى محطوط على قضبان سك حديد بالمنظر ده، بس طبعا العجله تبقى واقفه على حاجه اسمها الريلز، ودي كلنا بنشوفها دي ما فيهاش مشكله. طيب الكاميرا الموازيه لسكه القطر دي انا بسميها سترينجر، والسترينجر دي تحت بند الفلور بيمز. يبقى اول حاجه معايا اسمها ايه يا شباب؟ اسمها سترينجر، دي كده اسمها سترينجر. السترينجر بيم دي بتبقى موازيه لسكه القطر. يبقى انا اول حاجه في نقل الحمل، لو كده نكتب مع بعض كده نقل الحمل، حمل القطر بيروح فين؟ طبيعي كده بديهي يا شباب، لو جيت سالت اي حد حمل القطر بيروح فين، حمل القطر بيروح لكاميرا السترينجر، ما هي اول حاجه ملامسه ليها. يبقى اول حاجه السترينجر. طيب وبعد كده ايه اللي بيحصل بقى؟ لو حد كده نبيه هيقول لي ده خلي بالك ده السترينجر دي تعتبر كاميرا ثانويه للكاميرا الزرقاء دي، صح كده ولا ايه؟ اه صح. طب بعد كده قال لك السترينجر دي تدي حملها، تدي رياكشن هنا عند الكاميرا الزرقاء دي اللي انا بسميها كروس جيردر. يبقى تاني حاجه في نقل الحمل الكروس جيردر، عامل نكتبها كده اكس جي. طيب بعد الكاميرا الزرقاء، الكاميرا الزرقاء دي بقى تودي حملها فين؟ قال لك خلي بالك ده الكاميرا دي تعتبر كاميرا ثانويه للكاميرا الكبيره بتاعتي بقى المين جيردر اللي هي العنصر الرئيسي لنقل الحمل. يبقى بعد الكروس جيردر انا بروح فين؟ لا ده انا بروح على طول للعنصر الرئيسي لنقل الحمل بقى. يبقى انا عرفت الكاميرات اللي بتكون لي الطريق بتاعي، ده كده انا بعتبره الطريق بتاعي. الكاميرات اللي بتكونها لي حاجتين فلور بيمز، ايه هما؟ والله سترينجر على طول هي اللي بتاخد لي حمل القطر مباشره، هو دي الدايركتلي على طول بتاخد من القطر. طب بعد السترينجر؟ لا ده السترينجر تودي للكروس جيردر بقى. يبقى ده كده اللي بيكون لي ايه يا شباب؟ بيكون لي الطريق بتاعي، هي دي الفلور بيمز، عشان كده انا بسميها كده. طب بعد كده قلت لي خلي بالك ان كاميرا الكروس جيردر دي اللي هي الزرقاء يا شباب، دي كده كاميرا الكروس جيردر تدي على طول بقى للمين سيستم، تدي للمين جيردر، تدي للعنصر الرئيسي لنقل الحمل. طب العنصر الرئيسي لنقل الحمل ده عباره عن ايه؟ احنا لو هنتكلم عن الترم بتاعنا احنا مش هنتعرض خالص غير لكاميرا اي سيكشن. كاميرا احنا هنصممها مع بعض كده في نص الترم ولا حاجه، بليت جيردر يعني بيلت اوف سيكشن وهيبقى اي سيكشن. طيب انا قلت لكم من شويه انا بيبقى عندي سبانات مثلا 30 متر، انا هعمل السبانات ال 30 متر دي تديني كاميرا دبسها على الاقل 3 متر، ما تقلش عن كده، دايما انت بتقسم السبان على 10 فسبان، فالدبس على الاقل 3 متر. لو احنا كده فاكرين نرجع بالذاكره السمكات بتاعه الستيل، انت بتتكلم في سمك مثلا هنا مش هيزيد عن 3 مللي. طب انت متخيل؟ متخيل ان انت بتعمل كاميرا 3 متر يعني دور، كانك بتعمل دور صح كده؟ دور والسكنس بتاعه 3 مللي. طيب تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انت متخيل ان ممكن اصلا مع اقل حمل الكاميرا دي يحصل لها انبعاج لبره؟ الكاميرا دي كده مع اقل حاجه هتلاقيها بتحصل لها انبعاج لبره كده باكلينج مع اقل حمل. طب انا عشان امنع بقى حدوث الباكلينج ده اعمل ايه؟ قال لك احنا بنبدا نستخدم نعمل لها تدعيم. طب بديهي كده عشان انا ادعم ان الويب ده يا جماعه ما يحصلوش انبعاج لبره، بديهي ان انا هحط له ايه؟ هحط له حاجه اسمها ستيفنر، دعامات. الدعامات دي بحطها بيبقى بالمنظر ده كده ستيفنر، بحطها يمين وشمال الكاميرا من هنا ومن الناحيه الثانيه من جوه عشان تمنع لي ان الويب ده يحصل له انبعاج لبره. يبقى انا عندي العنصر الرئيسي لنقل الحمل بيكون بليت جيردر، والبليت جيردر ده انا ببقى خايف انه يحصل له انبعاج لبره، فببقى ايه بدعمه بحاجه اسمها ستيفنرز. يبقى انا قلت خلاص القطر ماشي على الاسترينجر، منها يدي للكروس جيردر، بعد كده يدي للمين جيردر. والله المين جيردر الجيردر دي بقى انا مدعمها، هنشوف احنا بقى انواع التدعيم بعد كده، بس لازم تبقى مدعمها لانها تبقى دبس كبير وسمك صغير، فاقل حاجه يحصل لها باكلينج طبعا. طيب ده كده شكل البليت جيردر في الحقيقه، انا ببقى مدعمها زي ما قلت لكم بالستيفنرز دي كده، بتبقى واخده طول الويب كله يمين وشمال، وساعات كمان او دايما برضو بتحط لها استيفنر، ده كده فيرتيكال وهوريزونتال استيفنر، كل ده لان انا خايف ان يحصل باكلينج، وطبعا هيحصل بس انا همنعه بالستيفنرز. طيب ايه تاني بقى؟
اي منشأ في الدنيا انا ببقى خايف من الرياح. انت دايما يا شباب المنشآت اللي كنا بناخدها في تالتة سواء التراس ولا الفريمات كنا نقول لكم انها بتشيل حمل، لو ده فريم مثلا كنا احنا نقول لكم كده خلي بالكم يا جماعة احنا واحنا بنصمم التراس والفريمات هي بتشيل حمل في الان بلان، في مستواها بتشيل حمل في المستوى ده. طب لو جالها بقى رياح في المستوى العمودي عليها ما تقدرش تشيله. على فكرة لو احنا راجعين بالذاكرة كده عمرنا ما صممنا الفريمات والتراسات انها تشيل على فكرة حمل في اتجاه العمودي عليها، احنا دايما كنا بنعمل لها حاجة تانية اسمها بريسنج، دايما بنعمل لها تدعيم في اتجاه الاوت اوف بلان، اتجاه العمودي على الشاشة بتاعتي، اتجاه العمودي ده انا كنت بحط بريسنج. هنا برضو في الكباري احنا بنعمل بريسنج، اصل تخيلوا كده مع بعض ده كانك انت بتعمل اصلا فريم اهو، بصوا كده فريم وبتكرره، بتكرره على المسافه اللي انت طول الاسبان اللي انت عايزه. طب طبيعي ان انا مش هسيبها كده، هدعمها ببريسنج، فاحنا برضو هنا بنحط بريسنج. الحاجات دي هنتعرض ليها في اللي اوت ان شاء الله المره الجايه، بس احنا بس ايه بناخد فكره عامه. يبقى انا دلوقتي قال لي عشان تزود الريزيستنس، بس ده الريزيستنس عموما بالاخص يعني في اتجاه اوت اوف بلين، اتجاه العمودي على الكوبري، فانت بتحط بريسنج. يبقى لو رجعت تاني مع بعض كده في نقل الحمل ما اعتقدش ان بقى في مشكله، انا قطر ماشي موازي اهوت لاتجاه السترينجر اللي هي الكاميرا الجراي دي. طيب السترينجر دي تودي لمين؟ بديهي انها باينه ان هي انها سكندري قوي، انها ثانويه يعني الكاميرا الزرقاء. الكاميرا الزرقاء دي انا بس بسميها كروس جيردر، الاثنين دول بيكونوا لي الطريق كله اللي هو فلور بيمز يعني. طب بعد كده بقى اروح فين؟ والله بعد كده اروح للعنصر الرئيسي، العنصر الرئيسي ده انا ببقى خايف عليه يحصل له باكلينج، بحط له ستيفنرز دعامات يعني. بعد كده عمري ما هسيب السيستم كده من غير بريسنج، لان انا ببقى خايف من اتجاه الاحمال اللي جايه لي في الاوت اوف بلان او في الاتجاه العمودي عليه، في اتجاه السهم اللي انا رسماه ده، فبحط بريسنج. كل ده يا شباب انا بتكلم عن السوبر ستراكشر، كل حاجه انا لسه ما وصلتش للاساسات او لسه ما وصلتش للريا سبورت اللي كنت بقول لكم عليها من شويه. طب بعد كده قال لي عندك حاجه بقى اسمها سب ستراكشر، انا خلاص وصلت للمين جيردر اللي هي العنصر الرئيسي. طب العنصر الرئيسي ده لما ياخد الحمل يوديه فين؟ قال لك لا خلاص العنصر الرئيسي ده اول ما ياخد الحمل هيوديه بقى للريال سبورت. انا في المكان ده يا شباب ببقى حاطط بيرنج، المكان ده كده ببقى حاطط هنا بيرنج. طيب فاول ما اوصل للبيرنج بتاعتي والله بقى يا اما اروح للتربه على طول زي ما حكيت لكم لو انا عندي اصلا تربه، يا اما ان هو يبقى عامل سيستم يوصل لي للتربه مش هتفرق، بس انا نهايتي في التصميم الستيل ان انا اقف عند البيرنج دي بقى. يبقى هي دي كده السب استراكشر بتاعتي، البيرنج واوصل منها للتربه على طول، يا اما البيرنج ويحط لي سيستم كمان ينقلي للتربه لو المنسوب بعيد عني. كده انا عرفت معاكم ايه هي اصلا مكونات ال، ارجع بس اقول حاجه، مكونات ال الكوبري عموما الريلوي بريدج، وانا هنا بالاخص بتكلم عن الريلوي بريدج. على فكرة المكونات دي مش هتفرق في الرود واي، انت برضه بيبقى عندك سترينجر وكروس جيردر وبين جيردر هي نفس المكونات، بس هتفرق بس ان انا ما عنديش حمل قطر، انا عندي حمل عربيات، تفرق في عدد السترينجرز، الحاجات دي برضه احنا هنتكلم عليها المرة الجاية، بس هي تقريبا هي نفس المكونات برضه. ملحوظة بس عايزة اقولها ان انت ممكن تبقى انت اصلا الاسبان ده مش كبير، فانت مش هتعرف تحط عليه اتنين، مش هتحط عليه قطرين، هتحط عليه سلكة قطر واحدة. ففي تصنيف بس انا مش كاتباه هبقوله المره الجايه، ان انت ممكن تصنف الكوبري بتاعك ده حاجتين والله، يا اما هو سنجل تراك يعني انت اصلا مش هتعرف تحط غير سكه قطر واحده، هتلاقي ان انت عندك اتنين سترينجر بس، انا هنا حاطه اربعه عشان كل اتنين بيشيلوا قطر، ناخدها كده في دماغنا كل اتنين سترينجر يشيلوا حمل قطر. لو انت عندك ما ينفعش تحط غير قطر واحد هتحط اتنين سترينجر بس، في الحاله دي الكوبري بيبقى اسمه سنجل تراك اس تي كده، ده سنجل تراك. طب لو انت الاسبان ده كبير هتحط سكتين قطر، في الحالة دي ان انت محتاج اربعة سترينجر لان كل اتنين هيشيلوا سكة. طيب في الحالة دي اسمه دابل تراك، ده برضو تصنيف انا ما قلتوش، يبقى اما ان انت عندك سنجل تراك اما ان انت عندك دابل تراك. باشمهندس بعد اذنك اتفضل. هو احنا ليه لما جينا نقول نقل الحمل ما بداناش من اول ان هو يعني مثلا القضبان وبعد كده الفلنجات وبعد كده الاسترنجر؟ لا ماشي، ما انت عايز تصمم القضبان، بس هي القضبان دي ليها ابعاد ثابته
وملهاش تصميم، اصل انت تبقى حاططها على مسافات قريبه جدا من بعض، ملهاش تصميم، هي تبقى شايله. انا اهم حاجه انها ان انا هوصل ازاي للسترنج، لاصل القضبان بالقطر كل ده انا بعتبره الحمل بتاعي، لكن القضبان اصلا ليها ابعاد ثابته وما بيبقاش فيها اي مشكله انها تبقى محطوطه على مسافات قريبه جدا من بعض، فما بتشكليش مشكله خالص. تمام. تمام. طيب اخر بقى تصنيف معايا اللي انا اجلته لحد ما نفهم بس مع بعض ايه اصلا مكونات الكوبري عشان ما نبقاش تايهين، بيقول لي البوزيشن اوف فلور. بوزيشن اوف فلور اللي هو قصده بيه ايه يا شباب؟ قصده بيه الجروب اللي فوق ده كله، اللي هو شويه الاسترنجر، الكوب، القطر عموما بالاسترنجر بالكروس جردر، المكان الطريق بتاعي يعني، الطريق ده احطه فين؟ ممكن حد يقول لي يا باشمهندسه هو انت ليه اصلا حطيتي شويه الكاميرات دول فوق؟ ليه ما حطيتيهمش هنا في المنسوب اللي تحت ده؟ هو ده بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي. البوزيشن اوف فلور عندي حاجتين، عندي نوعين، هما تلات انواع الحقيقه بس احنا هنتكلم في نوعين. عندي ان هو ساعات بيقول لي ان الكوبري بتاعك ده اسمه بريدج، اسمه باني بريدج اقصد، او اسمه بوني بريدج، او ان الكوبري ده ديك بريدج. طب ايه الفرق بقى؟ زي ما انا بقول لكم من شويه، انا ممكن اشيل شويه الكاميرات بتوعي دول اللي هما اللي بيكونوني الطريق بتاعي، او بيكونوني الفلور بيم، او بيكونوني الطابق يعني الدور بتاعي ده كده، والله يا اما ان انا احطهم في المنسوب ده يا اما ان انا احطهم في المنسوب ده. مبدئيا لو احنا حطيناهم في المنسوب اللي فوق ده كده الكوبري بتاعي بقى اسمه ديك. وان انت تحفظ الكلمه دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لان انت ساعات بيجي لك سؤال بتبقى انت متلخبط هو ايه اللي الديك ولا ايه البوني، تلاقي ان انت بتحل المساله غلط خالص. انا قبل كده كنت بصحح لقيت ان السؤال طالب ديك، واللي بيحل ان هو بني، فانت كده يعني بتقول له اديني صفر في المساله. انت لازم تبقى حافظ الكلمه دي كويس حتى لو انت فاهم. انا عارفه ان انت فاهم، وانا زيكم كنت بنسى على فكره الكلمه دي، اول ما خدت الكباري كنت انسى قوي ايه الديك وايه البني ده، عارفاهم بس انسى ايه اللي فوق يبقى مش عارف ايه، كنت انت اتلخبط فيهم. بس المهم ان انت تبقى حافظهم كويس. فاحنا نركز قوي في الكلمتين دول، نبقى حافظينهم. حافظين امتى ديك؟ ديك لما يقول لك في السؤال ان هو ديك بريدج، اعرف ان شويه الفلور بينز دول في المستوى اللي فوق، يعني بيبداوا مع مستوى الفلانجه بتاعت المين جيردر دي كده، الفلانجه بتاعت المين جيردر على طول ببدا ارص الطريق بتاعي معاها، ده كده اسمه ديك بريدج. طيب وامتى بقى في نوع تاني؟ قال لك ان انت ممكن ما تحطش في المستوى اللي فوق، انت ممكن تحط شويه الفلور بيمز بتوعك دول في المستوى اللي تحت، يتنقلوا تحت. طيب يتنقلوا تحت يبقوا بالمنظر اللي انا حطاه تحت ده، يبقى اسمها ايه بقى في الحاله دي؟ لا يبقى اسمها بوني بريدج. يبقى المستوى اللي فوق اسمه ديك، المستوى اللي تحت اسمه بوني. طيب ما قلتليش برضو يا باشمهندسه، ماشي انا عرفت النوعين، انا برضو ليه بعمل كده؟ ناخد مثال كده بسيط معانا. زي ما قلت لكم في اول السكشن خالص، انا اصلا بحط كوبري عشان انا عندي عائق في المكان ده، انا عايز اعدي من هنا لهنا ومش عارف اعدي، فحطيت كوبري. للعلم برضو السبان بتاع المين جيردر اللي هو طبيعي ان انا احط هنا السبورت. طب ما السبورت دي تبقى واصله ما بين بحط عليها المين جيردر، يبقى انا السبان بتاع المين جيردر ده يا شباب ده كده السبان بتاع المين جيردر. خلي بالنا دي كده المين جيردر بتاعتي اللي بتنقل الحمل، السبان ده هو نفسه السبان بتاع العائق بتاعي، المشكله بتاعتي. تمام كده؟ لكن عشان الناس هتتلخبط بعد كده واحنا بنصمم في السبانات دي عادي يعني، عارفه بس دلوقتي. يبقى انا المسافه بتاعت العائق بتاعتي دي هي اللي بتبين لي السبان بتاع المين جيردر. طب انا هرص بقى الكوبري لمسافه قد ايه جوه للناحيه دي؟ ما انا كده برص هنا الكوبري في المكان ده، والله لحد ما الميه دي تخلص، يعني مش مكمله، هتشوف انها مكمله لحد قد ايه ويظهر لك الطريق تاني بالمنظر ده كده. يبقى انا هنا كل المكان ده فيه ميه، بعد كده هيبقى فيه طريق بقى عادي. فانت برضو تبتدي تحط هنا مين جيردر، ومين جيردر التانيه دي تحطها هنا في المكان ده يا شباب كده، وبعد كده ترص الفلور بيمز بتاعتك في الحته دي. الحته دي كده هتلاقي ان انت بترص فيها الفلور بيمز، والقطر بيبقى ماشي في الاتجاه ده. يعني يا رب تكون وضحت. انا بجيب المكان ده كده يا شباب، انا عندي هنا بدايه الميه ونهايتها، خلاص كده ماشي. طيب عايز افهم برضو ايه اللي بيحصل، نمسح بس اللي احنا عاملينه ده. ايه بقى اللي بيحصل
لو ده المجرى المائي بتاعي ففي حاجه بتحكمني فيها يا شباب، لازم ناخدين بالنا من حاجه كويسه، ان انا عندي حاجه اسمها ان ابقى عارف منسوب الميه، وابقى عارف ان المجرى المائي ده هيمشي فيه سفن ولا اي كان اللي هيمشي فيه. في حاجه اسمها مستوى الملاحه، لازم يبقى قايلين لي بتوع المينا انت اصلا بتسمحوا بارتفاع ملاحه لحد قد ايه، لان ممكن تعدي حاجه من هنا تخبط في الكوبري بتاعك، انت لازم تبقى واخد ده في الاعتبار معاك. فانا واخد بالي من حاجتين كويسين، مستوى الميه فين اصلا، الارتفاع ده بيعبر لي عن الارتفاع المسموح للملاحه، الارتفاع المسموح لمرور السفن. والله السفينه دي المفروض ان هي يبقى مسموح لها تمشي ارتفاعها لحد قد ايه، ممكن يبقى مسموح لها لحد هنا، ممكن يبقى مسموح لها لحد هنا. مبدئيا كده الكاميرا اللي احنا شايفينها الصغيره دي بتعبر لي عن الكروس جيردر، اللي هي دي يا شباب، دي كده الكروس جيردر، دي اللي بتبقى متكرره على طول الاسبان، دي كده اسمها كروس جيردر، متكرره على طول الاسبان، اللي هي بتدي حملها، معلمينها انها تدي حملها للمين جيردر على طول دايركت، تمام كده. فالكاميرا الصغيره اللي احنا شايفينها دي هي الكروس جيردر. انا المفروض ابقى عارف انا مسموح لي اصلا ملاحه لحد قد ايه. فانا لما رحت سالت بتوع المواني بتوع المينا قالوا لي يا هندسه احنا مسموح لنا لحد مثلا 20 متر، وال 20 متر دول انا لما جيت احطهم انا في كل الحالات غصب عني هحط المين جيردر بالشكل ده، ملهاش حل تاني، من هنا لهنا هي لها حل تاني في دماغنا، هي من هنا لهنا المين جيردر، ولكن مسموح لي ان انا اعمل ايه بقى، العب في ايه؟ لا، العب بقى في الكروس جيردر. يبقى المين جيردر دي ما فيهاش لعب يا شباب، انا من كل الحالات غصب عني احطها من هنا لهنا بالمنظر اللي انا شايفه ده. الدبس بتاعها ما بيبقاش عامل لي مشكله، لان هو بيبقى موجود في الاول وفي الاخر، بس انا السفينه هتعدي في المكان اللي في النص ده، المين جيردر مش عامله لي مشكله. اللي عامل لي مشكله شويه الفلور بيمز دول، مكانهم حطهم فوق ولا تحت. والله لو انت لقيت ان الارتفاع بتاعك المسموح عدى بطن المين جيردر، يعني بيعديها بيدخل لجوه، ده معناه ان انت ما ينفعش خالص تستخدم بوني بريدج، لازم تنقل شويه الفلور بيمز بتاعك دول لفوق، لازم تحطهم فوق بالمنظر ده عشان السفينه تعرف تعدي. يبقى ده اللي بيحكمني يا شباب في الاختيار. كل اللي انا بقوله ده ليك انت، مش هقولك في الامتحان انا مسموح لي ارتفاع ملاحه ولا ارتفاع ميه، لا ده انا هقولك نوعه على طول، انت تحل على طول بالنوع اللي انا مديهولك. بس كل ده احنا بنفتح بس معلومات مع بعض مش اكتر. طب لو انا جيت سالت في المينا وقال لي لا ده انت خلي بالك انت متاح ليك ارتفاع ملاحه لحد هنا، من هنا لهنا مثلا ده ارتفاع الملاحه اللي انت متاح ليك، طب في الحاله دي خلاص ما تعملوش ديك، في الحاله دي انت بالنسبه لك بقى عادي، والله تعملوا بني تعملوا ديك مش فارقه، تمام كده. طيب حاجه تانية برضو، هنا ده كان سيمبل، ممكن ما تعملوش سيمبل، ممكن تبقى تعمله كونتينوس، فتبدا تحط هنا برضو بيرنج، والبيرنج دي بقى تنقلها باي نوع اساسات. هنا انا حاطط زي كاب كده وعلى خوازيق، دي نوع اساسات ان انت تنقل بيها عشان توصل قربة، وهكذا. كل القصه بتاعت الساب استراكشر دي يا شباب بتاعت الاساسات مش مشكلتي خالص، انا مشكلتي تقف لحد البيرنج، هو ده التصميم بتاعي، اصمم كل اللي فوق واصمم البيرنج بتاعي. هي برضو انا مسموح بارتفاع ميه، انا لقيت ان ارتفاع الميه هنا عالي والملاحه بتاعتي، لا ده انا خلي بالك انا لا ما ينفعش طبعا دي ما تعديليش سفينه عمرها، ده انا هدخل لجوه، فانا في الحاله دي خلاص غصب عني محتاج تحس في اختيار الديك بريدج ان انت تبقى مرغم فيه. لكن البوني دي حاله كويسه ان انت اصلا عندك الارتفاع اللي انت مسموح بيه صغير، فتقدر تحط هنا على طول مثلا، دي حاجه. طيب كده احنا عرفنا مع بعض اخر كلاسيفيكيشن اللي هو طبقا للبوزيشن بتاع الفلور، شويه الكاميرات دي اللي بتكون لي الطريق بتاعي. لكن عرفنا مع بعض ان المين جيردر انا ما فيش فيها اوبشن اصلا، ما انت بتحطها من هنا لهنا، ايه الاوبشن في كده؟ بس كده شوف احنا اتعرفنا مع بعض عن الكباري، الكباري المعدنيه، عرفت انا ليه بستخدم كوبري، ليه بستخدم كوبري دي دخلتني في التصنيف الاول اللي هو الوظيفه. بعد الوظيفه انا عايز اعرف طب ايه بقى العنصر الرئيسي لنقل الحمل ده شكله ايه، فعرفت مع بعض برضو انا بختاره على اساس ايه. بعد كده عرفنا الاستاتيكال سيستم، دي حاجه مهمه في اي منشا في اي مجال، لازم تبقى عارف الاستاتيكال سيستم اللي انت شغال عليه.
بعد كده عرفت طب انا بحط شويه البيمز اللي بتكون لي الطريق دي بحطها فوق ولا تحت، فعرفت التصنيف بتاع البوزيشن اوف فلور بيمز. كده يا شباب احنا عرفنا معلومات عامه عن الكباري المعدنيه عموما. انا في نوعين رئيسيين هما بيدرسوهم في رابعه، اللي هو نوع الريلوي ونوع الرودواي. زي ما قلت لكم شويه، اللي هو يا اما الطريق ده بينقل لي احمال عربيات عادي يعني، يا اما الطريق ده بينقل لي سكه حديد. احنا بس في معاكم بناخد بس الريلوي وده الاسهل، يعني احنا بناخد الطريق اللي بينقل لي اللي هو ده الشباب، بناخد الطريق اللي بينقل لي سكه حديد، هو ده اللي احنا هندرسه السنه دي ان شاء الله. طيب عندي الاسبان ده صغير او المسافه دي يعني صغيره، فانا مش هقدر احط اتنين سكه حديد، مش هقدر احط قطرين، فاحط قطر واحد. ففي الحاله دي اسمه سنجل تراك، هتبقى ده كده مش موجود، هيبقى عندك بس ايه اتنين سترينجر بتحطهم في النص. كل الحاجات دي هنتعرف مع بعض عليها في اللي اوت السكشن الجاي ان شاء الله. ده اسمه سنجل تراك، يا اما انت عندك الويتس ده عرض الكوبري، ده بنسميه عرض الكوبري، هيبقى كبير فانت خلاص هتعرف تحط قطرين، ففي الحاله دي اسمه دبل تراك. وعرفت ان انا عندي الكوبري يا اما ديك يا اما باني، يبقى دي الحاجة اللي أنا عايزة أحطها لكم في دماغكم. عندي حاجتين، أنا عندي خلاص عرفت إن أنا هستخدم ريلوي بريدج. طيب يبقى أنا دلوقتي عرفت إن أنا هستخدم ريلوي، بعد الريلوي اللي هو يعني كوبري أنا حطاه عشان ينقل لي سكة قطر. طب بعد كده هستخدم يا إما نوع الديك يا إما نوع البوني بريدج، وهو يحددهولي. بس أنا عرفتكم كده إحنا أصلا برضه بنختاره على أساس إيه. طب بعد الديك والبوني والله عندي برضو الويتس بتاع الويتس اللي هو عرض الكوبري، في حاجة اسمها اسبان الكوبري، وده بيبقى اسبان المين جردر. يا شباب نركز، اسبان الكوبري اسبان المين جردر، حاجة اسمها عرض الكوبري. عرض الكوبري ده اللي انا برص فيه الفلور بيمز. عرض الكوبري ده بقى بيحكمني يا اما ان انا هستخدم سكة قطر واحدة فيبقى اسمه سنجل تراك، يا اما ان انا هستخدم سكتين فيبقى اسمه دبل تراك. ده كده اللي احنا هندرسه مع بعض، الريلوي ديك ولا بني، سنجل ولا دبل. هو نفس التصميم، مش بندرس حاجة مرتين ولا حاجة، لا هو نفس التصميم، اختلافات بسيطة بنقولها واحنا شغالين. نشوف بقى احنا ندرس هناخد ايه. ده كده مثلا، ده كده لو جيت سألت حد ده نوعه ايه، والله هو لمح، هو خلاص احنا عرفنا ان هو ريلوي، بس عايز اعرف نوعه هو ديك ولا بوني. والله هو لمح ان هو عنده اتنين سترينجر بس، اللي لمح قصدي السترينجر والكروس جيردر، كل شوية البيمز دي اللي بتكون لي الفلور بيمز موجودة فوق، فخلاص عرف ان هو ديك. طيب تاني تصنيف، هو سنجل ولا دبل، هو لمح ان هو عنده اتنين سترينجر بس، والاتنين سترينجر دول بيشيلوا قطر واحد، فده معناه ان انا سنجل. بس كده، انا ده اللي انا عايزاكم تعرفوه النهاردة. شوية التصنيفات اللي فاتت معلومات عامة مش اكتر، مش هتتسأل فيها يعني، ده بس اللي انا عايز اعرفكم ان انتوا تعرفوه النهاردة. ايه التصنيف بقى اللي انا هدرسه؟ هو ده. طيب انا هدرس ايه بقى الترم ده؟ اي مشروع في الدنيا لازم تحط له لاي اوت. يعني ايه لاي اوت؟ يعني بتحط شويه العناصر اللي انت المفروض هتحمل عليها فتصممها. انا ببقى محتاج لاي اوت عشان ابقى عارف انا احط الحمل فين. يعني لاي اوت ده بحسه بيرتب افكارنا كده، زي ما خدنا في التراس والفريمات. يبقى احنا هناخد المره الجايه اللاي اوت بتاع الريلوي بريدج، هناخد الديك والبني، والاختلاف بسيط جدا ما بينهم، ما فيهوش اي مشكله. بعد كده دراستنا هتبدا ازاي بقى في التصميم؟ زي ما قلت لكم من شويه، دايما اللي بيسهل عليا في التصميم ان ابقى فاهم نقل الحمل. هل انا مثلا هروح اصمم من جردر وانا اصلا مش عارف الحمل اللي جاي لها من الكروس جردر؟ بديهي لا، هروح اصمم الكروس جردر الاول. طب هل انت هتروح تصمم كروس جردر وانت مش عارف الحمل اللي جاي لها من السترينجر؟ بديهي لا، برضه هتروح تصمم سترينجر، فبرضه احنا هنمشي كده نقل الحمل. القطر على طول بيدي للسترنجر، فانت تروح تصمم للسترنجر. بعد كده يدي للكروس جردر، تروح تصمم كروس جردر. بعد الكروس جردر يدي للمين جردر، بس قال لك خلي بالك ان انا بيبقى في هنا كونكشن ما بين السترنجر والكروس جردر، فهتروح تصممها برضو. طب بعد الكروس جردر وبيبقى في بريسنج، يعني دي بقى هناخدها بعدين، ماشي سيبك منها دلوقتي. بعد الكروس جردر بيدي للمين جردر، فتروح تصمم لي المين جردر. تصميم المين جردر ده بقى بيوسع منا شويتين ثلاثة كده بصراحة، يعني كبير شوية. اللود والسترينج اكشن دي معروفة في التصميم في اي حتة. بعد كده تبدأ تعمل ديزاين
خصوصا ان هو بيلت اب سيكشن بقى، ده تصميم مختلف شويه علينا، تعمل شويه تشيكات على الاسترسات اللي بتحصل. بعد كده قلت لكم ان انا ببقى خايف على المين جيردر دي، بحط لها تدعيم يمين وشمال. فانت بعد كده بتعمل لها، ببقى خايف ليه على المين جيردر؟ عشان بيحصل حاجه اسمها ويب باكلينج، بسبب الويب باكلينج ده بحط لها ستيفنرز عشان ادعمها. بعد كده اي حاجه في الدنيا يا شباب في المصنع، ما اقدرش اصنع بليت مثلا، عشان قلت لكم ده بيلت اب سيكشن متكون من ايه؟ متكون من بلتات، بلتات بتعمل لي الويب والفلانجتين. البلتات دي يا شباب ليها طول معين ستاندرد ما بيزيدش عنها. مش هتروح المصنع تقول له اعمل لي مثلا بليت 30 متر، مفيش الكلام ده. البليت اخره مثلا في الويبات هتلاقيه اخره 10 متر، في الفلانجات ممكن تلاقيه اخره 14 16 متر بالكتير، ما يوصلش عمره ل 30 متر. طب انا في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ قال لك في الحاله دي عادي ماشي، ما انت هتقطعه، مش لازم تعمل ال 30 متر على بعضه، هتقطعه وتربط ما بينهم، تعمل حاجه اسمها سبلايس. السبلايس دي دايما بنلجأ لها لما انا ببقى مش هعرف اعمل كل الاسبان ده مره واحده. طيب قبل السبلايس حاجه اسمها كيرت المنت اوف مين جيردر. فكره التقطيع يعني بتاع المين جيردر ده مش هو السبلايس، لا التقطيع ده ايه؟ زي ما انا قلت لكم ان انا عندي مثلا هنا مجموعه الاحمال اللي جايه على المين جيردر، لما تيجي ترسم مومنت المنظر ده هتلاقي ان انت اكبر دبس محتاجه في النص. طب وانت ماشي يمين وشمال محتاج نفس الدبس؟ لا طبعا، لان المومنت بيقل، عمرك ما هتحتاج نفس الدبس. طب في الحاله دي تعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي اقطع بقى، يعني استخدم مثلا هنا دبس 3 متر، واستخدم مثلا هنا دبس 2 متر 60 مثلا. هنعرف طبعا بنحسبها ازاي، بس ده الكيرت المنت. دي فكره الكيرت المنت، ان انا ما وحدش الدبس على كامل الاسبان، ممكن اقطع بقى واقلل الدبس واربط ما بينهم، ونعرف ازاي نربط ما بينهم. الحالتين دول انا بحسهم درسين على فكره، يعني ممتعين، فيها شويه شغل ممتعين، مش شويه شغل ولا حاجه على فكره، يعني المعلومه بيني وبينكم كل ده كده خطوات بتتحفظ، تدخل تكتبها مساله، نفس المساله تجيلك في الامتحان مفيش اي مشكله. الماده فعلا حلوه يعني كويسه على فكره، فكره المواد التصميم انها فعلا ما بتبقاش صعبه. بس انت هنجيب لك ايه صعب في الكوبري؟ ما هو نفس اللي انت هتاخده يجي لك في الامتحان تحله، عشان الناس تبقى يعني شايفه واخده الماده على صدر رحبه كده. طيب بعد ما خلصت بقى الليله بتاعت المين جيردر دي، بعد ما خلصت المين جيردر ده معناه ان انت خلصت كل السب ستراكشر، فاضل لك تنقل بقى للايه؟ للاساسات. طب انا هنقل الاساسات ازاي؟ لا ده انا هنقل عن طريق الريال سبورت. الريال سبورت دي بقى هي ديزاين بتاع البيرنج بتاعي. البيرنج دي بتبقى هي هنج ورولر، تبقى انت عامل هنج هنا ورولر انا حته ثانيه لكل مين جيردر طبعا، عشان تنقل للاساسات. ده كده يا شباب المنهج بتاعنا. حد عنده مشكله؟ معتبر ما قلناش حاجه يعني النهارده، بس هتاخد اتفضل لو سمحت الجزئيه بتاعت البوني والديك دي، ايش لو حضرتك تجيبي تاني السلايد بتاعها؟ ماشي جبتها. احنا بنقول ان هو المين جيردر دلوقتي ما بيتاثرش بال بالظبط بالارتفاع الملاحي، هو المفروض ان احنا دلوقتي بنمرر السفينه في الاوت اوف بلاي، بتمرر السفينه هنا ماشي تمام، فهو المفروض ان الارتفاع الملاحي ده بيأثر على ارتفاع المين جيردر ذات نفسها. لا لا ما بيأثرش على المين جيردر ولا حاجة. انت دلوقتي عندك المية موجودة في الويتس ده، يعني انت دلوقتي عندك اللي هيمشي في المية هيبقى ماشي من المكان ده للمكان ده، هنا كده في طريق وهنا في طريق على فكرة، وهنا برضو ما هو هنا في طريق، يعني مش لازم يبقى فينا طريق، ولكن فكره ان الارتفاع هيأثر اكتر على المكان اللي في النص، لان المين جيردر مش موجوده معاك اصلا في كل ده. بس لو انت مثلا بتقول ان هيبقى في مشكله هنا مثلا، لو في هنا ميه مفيش طريق مثلا في المكان ده، ما انت ممكن بعد كده زي ما انا قلت، زي ما احنا شايفين مثلا، هوريكم حاجه في الصوره اللي قبلها هنا، مثلا هنا، مع اني اعتقد ان اللي تحت ده طريق مش ميه، ولكن هنا عشان هو يرفع بالمنسوب فهو رفع منسوب الاساسات نفسها، اني بدل ما انا هناك كنت بنقل على طول التربه دايركت، لا ده هيبدا يرفع الكوبري كله على بعضه. بس فكره ان انت ترفع وتتحكم في الاساسات
دي لما تبقى توصل بقى للحاجة الحرجة قوي، ان انت محتاج فعلا الدبس هنا في المكانين دول، بس محتاج فعلا الدبس هنا، يبقى فيه ارتفاع كلير هايت كبير، فيبدأ يرفع في الاساسات. لكن احنا هناك على اعتبار يعني الموضوع بس له ابعاد تانية كتيرة، مش مجرد اللي انا قلته، بس انا ببقى بقول فكرة مش اكتر. انا بتكلم انه هو اساسا لو رفع في الاساسات فهو هو الارتفاع واختلاف المناسيب لو هو استخدم البني هيبقى كبير في ان هو ينقل الطريق من منسوب قليل ان هو ينقله للكبير، هو بعد كده هيبقى في سيستم كمان هنا على فكرة، يعني حتى هنا بيبقى في سيستم كمان، بيبقى بيكمل شوية كده بارتفاع صغير بدبس صغير لحد ما يوصل للطريق، بيبقى في سيستم هنا كمان، بس ده احنا تمام مش هناخده يعني. وفي كل تمام الحالات لازم يوصل لمنسوب الطريق، فسواء كده بني ولا ديك، هو اصلا بيبقى في سيستم ينقل بيه، بس انا بيتحكم معايا اكتر هو الكلير هايت ده. تمام تمام ماشي يا شباب، شكرا. الكلام ده هيتعاد اصلا تاني في المحاضرة، هتاخدوا بقى كلام احسن بكتير منه طبعا من الدكتور يعني. فالنهاردة بس احنا بنتعرف على بعض مش اكتر، وان شاء الله نتقابل بقى السكشن الجاي في اللي اوت، واللي اوت برضو لذيذ يعني وكده. بس يعني حد عنده مشكلة في حاجة؟ حد عايز يسأل في حاجة؟ ايوه، هو النظري بيبقى ليه مجال في الامتحان، يعني الامتحان بيبقى عبارة عن أسئلة نظري النظري لا، ممكن يبقى مثلا سؤال نظري بس في الاخر هنقوله، اللي هو في حته الويب باكلينج دي، حته الاستيفنرز، واحنا بنقول الديزاين بتاع الاستيفنرز بيبقى فيه مش سؤال نظري، هو سؤال فهم مش اكتر، سؤال فهم في التصميم اللي انت بتقوله، لكن لا لا مفيش نظري. شكرا. الامتحان هنشوفه مع بعض يعني في وسط التصميم، انا هبقى اجيب لكم مثلا مساله التصميم دي جت شكلها ايه في الامتحان كده، يعني نتعرف مع بعض عليه مش اكتر، ما فيهوش حاجة يعني، عايزة الناس تبقى مطمنة جدا من المادة بجد.